فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إحدى الأخوات تسكن في بلاد الكفر وترغب في فتح محل لتزيين شعور النساء، سيكون من زبائنها مسلمات وكافرات، هل يجوز لها أن تفتح هذا المحل؟ إذا كانت تزين شعور النساء على السنة لا بأس، أما تزينها على الحرام لا، لا يجوز لها. نعم.